السلام عليكم، اسمي إلياس محمد، أنا 4 سنين أقرأ سورة الفاتحة. أقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. صدق الله العظيم. إنا أعطينا الكوثر، فصل لربك وانهر، إن شانئك هو الأبتر. أوكي، سورة الفيل. ألم ترى كيف فعل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وجعلهم ترميهم بحجارة من سجيل، وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش، إلافهم رحلة شتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. والضحى. والضحى. والليل إذا سجى، ما ودعك ربها وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك وترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فأغنى، فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيما فلا تقهر. وأما سائلا فلا تنهر. وأما بنعمتي ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أوكي، بتعيد لي إن شاء الله سورة الكوثر. إن أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطينا الكوثر، فصلي لربك وانهر، إن شانئك هو الأبتر. باي.